أهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شو الكروشيه. لو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الجزء الثاني من الفستان. احنا عملنا الجزء الأول في فيديو وشرحنا فيه كل التفاصيل وقلنا لو عايزاه يبقى بلوفر شتوي هتعملي ايه، واحنا شغالين هنتكلم عن اختلاف المراحل بتاعة الفستان لانه بيمر بمراحل كتير، منها انه يكون بلوزة صيفي او بلوفر شتوي او فستان قصير او فستان طويل زي ما احنا هنعمله. تمام. طيب انا كنت خلصت السطر ده وقفلته معاكي بمنزلقة زي ما اتعودنا في نهاية كل سطر من الكروشيه بنقفل بمنزلقة. تمام. هعمل ايه بعد ما قفلت هنا بمنزلقة؟ بقلب الشغل كده. انا قلبت الشغل، طبعا احنا عارفين ان الفستان ليه عدلة وقلبة، العدلة بتاعته فيها زي خطوط بارزة كده اهي، والقلبة بتاعته اهي تفرق اوكي، عشان كده لما بقول هقلب الشغل يعني هشتغل كده على المقلوب. تمام. طيب هقلب الشغل وهبتدي اعمل ايه؟ امشي بمنزلقة لحد ما اوصل لمنتصف دي. طبعا احنا عارفين ان احنا كنا هنا داخلين 7 عمود بلفة، فانا هبتدي ادخل او اقف عند العمود الرابع اوكي، لان الرابع هيكون المنتصف. 1 2 3 انا كده بالظبط في الرابع. تمام. ادي 3 1 2 3 وانا كده في فوق راس العمود الرابع. تمام. وببدأ اعدل الشغل مرة تاني اهو كده اوكي، وببدأ اعمل ايه بقى؟ ارتفع 1 2. تمام. وبعدين لفة او هعمل عمود بلفة كده، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة، كله على الإبرة بيكون غير مكتمل. ويجي الخامس في المنتصف هنا، 5 عمود بلفة غير مكتمل، 6 7 8 8 والأخير كده اوكي. وبعدين لف على الإبرة وخرج كل ده كده، وبعدين 1 2 3. تمام. وبعدين بعد ما عملت 3 بدخل هنا واعمل غرزة حشو كده. تمام. بعد ما عملت غرزة حشو هكرر نفس الكلام، هرتفع 1 2. تمام. وابدأ اعمل تاني العمود بلفة الغير مكتمل الـ 8. احنا عملنا كم عمود؟ تعالي نعد. 2 3 4 5 6 7 8. تمام. 8 عمود غير مكتمل، وبخرج كل دول كده، وبعد ما خرجتهم ابتدي 1 2 3 سلسلة.
وفي اللي عليها الدور بعمل غرزة حشو كده. تمام، هستمر هعمل نفس الكلام للآخر، هرتفع 2 وأبدأ أدخل عواميد غير مكتملة. بعد أول واحد ارتفاع، يعني بقول 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، وأخرج كل دول مع بعض. وبعد ما خرجتهم بعد 3 ارتفاع وبدخل في اللي عليها الدور حشو. هكمل باقي السطر بنفس الطريقة وأرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده خلصت السطر لحد الآخر، لحد ما وصلت لأول واحدة عملتها. تمام، أول حاجة خلصت الجزء ده وارتفعت 3 بتوعي، هدخل غرزة الحشو بتاعتي كده. وبعدين 1 2 3 وهقفل فيه أول واحدة اتعملت بمنزلقة. تمام كده، بعد كده ببتدي ادخل السطر بقى الجديد في النص. هنا هبتدي اعمل المروحة بتاعتي اللي هي بتتكون من 7 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6، يعني بعيد السطر اللي قبل اللي فات اللي هو الأولاني في المروحة. تمام، 2 4 6 7. تمام، وبقفل هنا بمنزلقة هنا كده. تمام، مرة كمان لفة على الإبرة وببتدي أدخل في غرزة الحشو اللي كنا عملناها 7 عواميد. 1 2 3 4 5 6 7 وأقفل في دي كده هنا بحشو. ونفس الطريقة، تمام، هشيل دي وهبتدي فين اهي. 1 2 3 اهم 7 بقفل بحشو كده، واللي وراها شرحه اهي. هنا بشتغل 7، 1 7 هقفل فيه هنا بغرزة حشو كده. تمام، هكمل باقي السطر بنفس الطريقة وأرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده خلصت السطر لحد الآخر وهقفل هنا. تمام، بمنزلقة. تمام، طيب،
هدخل هنا منزلقة لحد ما اوصل للنص، هكرر نفس السطر اللي قبل ده. تمام. طيب دخلت منزلقة تمام لحد ما وصلت المنتصف المروحة، هبتدي ارتفع 1 2 تمام، وابتدي عمود بلفة غير مكتمل السطر اللي قبل ده. تكرار يعني 3، هعمل كام عمود غير مكتمل؟ هعمل 8، 3 4 5 6 7 8 كده. بعدين لف على الإبرة أخرج كل دول، وبعدين 1 2 3، وبعد كده هنا حشو كده، وبعدين ارتفاع 1 2 وهكرر تاني نفس الكلام، 2 3 عمود بلفة غير مكتمل، 4 5 6 7 8، ولف على الإبرة وخرج كل دول كده، وبعدين 1 2 3 واللي جاية حشو كده. هكمل باقي السطر وأرجع عشان نشوف هنعمل إيه. كده خلصت السطر لحد النهاية ورجعت عشان اقفله معاكم. تمام. اخر حاجة بعمل هنا، بعمل هنا في نفس المكان اللي بدأت منه منزلقة. تمام اهو. تمام. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هرتفع 1 2 وابدأ اعمل في كل اللي انتم شايفينه ده عمود بلفة، يعني هعمل 2 3 تمام، وفي المنتصف هنا 1 وبعديه 3، يعني 1 2 3 في الفراغ الواسع قوي. تمام. هيقابلني بعد الفراغ الواسع غرزة الحشو الضيقة، بعمل جواها 1، وبعدين هيقابلني الفراغ الواسع 1 2 3 تمام، وبعدين الحتة او الجزء الضيق ده بعمل جواه 1 كل ده، وبعدين 1 2 3 وفي غرزة الحشو اللي هي دي الضيقة 1 بس، وبعدين 1 2 3 وفي الحشو هنا عمود بلفة، وهكذا لحد ما هوصل. عايزة اوصل ليه انا عشان شلت العلامة. تمام. شلتها من ناحية وناحية، لأ وصلت ليه الجزئية اللي هي بصي المثلث بتاعي. تمام اهو. تمام. ما تشيليش العلامة، انا شلتها ما تشيليهاش،
لما بوصل للجزء ده بقى بدخل فيه، بدل ما انا بدخل في حشو بدخل في الجزء الضيق ده واحد، بدخل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة عشان أحافظ على شكل المثلث اللي هو من قدام ومن ورا، تمام. وأرجع بعد ما عملت الستة هشتغل بنفس الطريقة، واحد في الواسع بقى جات لي الجزء الواسع، اتنين تلاتة. وبعدين هتقابلني غرزة الحشو، اوكي. هحط هنا علامة في المنتصف عشان اعلم ان ده الجزء برضو اللي هو اهو بعد، يعني ما بين التلاتة والتلاتة، اوكي تمام. انا شلت العلامة من هنا، لكن الجزء التاني اهو، بصي حافظت على العلامة الناحية التانية اهي. يبقى هكمل باقي الشغل لحد ما اوصل للعلامة التانية، تمام. واحد اتنين تلاتة في الواسع، نفس السيستم مش هيتغير. ولما بوصل للجزء ده الضيق بعمل جواه واحد بس عمود بلفة، واللي جاي هيكون تلاتة. واحد اتنين تلاتة عمود بلفة وغرزة الحشو اللي بتبقى في النص واحد. هفضل اشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعلامة في الناحية التانية، وارجع معاكي عشان نشوف هنعمل ايه. كده اشتغلت عمود بلفة بنفس السيستم لحد ما وصلت للعلامة بتاعتي. هشيل العلامة، تمام، واحط اشتغل مكانها ست عمود بلفة زي الزاوية التانية يعني، اوكي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وادي سادس عمود. ودايما بحط العلامة عشان ابقى عارفة فين الزاوية بتاعتي. بعد تالت عمود، اوكي اهو. وببدأ اشتغل شغلي هو بنفس السيستم. قابلني المكان الواسع بشتغل فيه تلاتة عمود بلفة، تمام، بنفس السيستم. ادي اتنين ادي تلاتة. قابلتني غرزة الحشو اللي هي بتبقى ضيقة بعمل فيها واحد عمود بلفة، وهكذا تلاتة واحد تلاتة واحد. هكمل باقي السطر وارجع عشان اقفله معاكم. كده انا خلصت سطر العمود بلفة ووصلت لاخر عمود، هقفل بمنزلقة، هرتفع واحد اتنين، وابدأ اشتغل العمود الخلفي مرة تاني. باخد العمود من ورا كده وابدأ اشتغله كده، تمام. كل السطر هيكون بنفس الطريقة، لفة، وباخد العمود من الخلف واشتغل، تمام. اشتغلت العمود الخلفي لحد ما وصلت للعلامة اهو. هشيل العلامة وهشتغل في نفس مكان العلامة.
تلاتة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، تمام. وبحط العلامة في العمود اللي في النص، يعني هنا، وببدأ أشتغل أكمل تاني بنفس الطريقة. أول عمود بيقابلني بدخل من وراه كده وأعمل عمود خلفي. أنا هكمل السطر كله، وفي الزاوية التانية هدخل تلاتة زي ما دخلت هنا بالظبط، وأرجع لك أقفل معاكي السطر. كده خلصت السطر للآخر العمود بلفة خلفي، وقفلت أهو معاكي بمنزلقة. وهكرر نفس السطر، هو ارتفاع اتنين سلسلة، لفة على الإبرة، وهعمل كله عمود خلفي، تمام. يعني أنا هكرر نفس السطر. لما هوصل للعلامة هرجع لك. عملت كله عمود خلفي زي ما قلنا، ورجعت لما وصلت للعلامة، فهشيل العلامة وهحط برضو تزايد تلاتة في نفس المكان، نفس مكان العلامة، واحد اتنين تلاتة، وهحط العلامة في العمود دايما اللي في النص، تمام. وهكمل شغلي لحد العلامة التانية، هعمل نفس الكلام، هشيلها وادخل تلاتة عمود بلفة في مكان العلامة، وهكمل السطر وارجع لك نقفله مع بعض، تمام. كده خلصت السطر التاني وهقفله بمنزلقة معاكي، وهبدأ اعمل غرزة البوف. فاكرين غرزة البوف اللي عملناها في البداية دي؟ هبدأ اعملها معاكي، واحد اتنين ارتفاع، ولفة على الإبرة، وعمود غير مكتمل، تمام، ولفة وعمود غير مكتمل، بخرج دول، وبيتبقى اتنين دايما على الإبرة بخرجهم، وبعدين واحد اتنين ارتفاع، تمام. وبسيب فراغ. أنا اشتغلت هنا أهو، تمام، بسيب فراغ وبدخل في الفراغ اللي بعده لفة ولفة تاني، وأخرج دول كلهم كده، وبعدين كده، وبعدين ارتفاع اتنين سلسلة، لفة على الإبرة، وفوت فراغ وأدخل في اللي وراه، تمام. هكمل لباقي السطر بنفس الطريقة، ولما اوصل للعلامة او الزاوية دي هرجع لك. كده وصلت لمكان العلامة، هشيل العلامة وهشتغل تلاتة باف في مكان العلامة، ادي كده اول واحدة، بعدين باخد ارتفاع سلسلتين وفي نفس المكان التانية، وبعدين سلسلتين، والتالتة في نفس المكان، تمام، وبعدين ارتفاع سلسلتين، وابدأ اسيب فراغ وادخل في اللي وراه، وهكذا.
تمام يعني، واكمل بنفس النمط اهو، ارتفاع 2 سلسلة وهكذا. انا عملت في الزاوية دي كده، وهعمل في الزاوية التانية نفس الكلام، وارجع لك اقفل بقى معاكي السطر. طبعا دي زاوية اهي واهي التانية. لما اخلص السطر هاجي اقفله معاكي هنا، وهعمل في الزاوية دي زي ما عملت هنا. كده خلصت غرزة السطر بتاع غرزة الباف، ورجعت عشان اوريكي الشكل بقى عامل ازاي، لان كده احنا فاضل لنا حوالي سطر او اتنين، وهقفل معاكي منطقة تحت الباب. اوكي، حبيت اوريكي الاسطر اللي عملناها بالتقريب وصلنا لإيه، لأن أكيد المقاس بتاع المانيكان ده مش 2X لارج خالص، بس حابة إني أوريكي الشكل على جسم، فاهمة قصدي إزاي أو وصلنا لإيه. تمام، دلوقتي هقفل معاكي السطر بتاع غرزة الباف، وهشتغل عمود بلفة ارتفاع 1 2 سلسلة، وهبدأ ادخل هنا عمود بلفة، 2 عمود بلفة. تمام، وفوق غرزة الباف المفروض واحدة، يبقى 1 2. تمام، وهنا عمود بلفة 1 2، وفوق غرزة الباف اهو عمود بلف. هعمل كده في الداير كله، هعمل لحد ما اوصل للعلامة دي وارجع لك. وصلت لمكان العلامة هشيلها وحط 3 عمود بلفة في نفس مكانها، 1 2 3. تمام، احط في المنتصف العلامة بتاعتي واستمر زي ما لباقي السطر اللي هو 2 عمود في الفراغ الواسع، وفوق هنا عمود 1 2 عمود في الفراغ، وهنا في عمود 1. اوكي، هكمل باقي السطر، ولما اوصل للناحية التانية للعلامة هعمل نفس اللي عملته هنا بالظبط، وارجع لك نقفل السطر مع بعض. كده خلصت السطر بتاع العمود بلفة واقفله معاكو، والشغل هيبدأ يختلف في هذه المرحلة. ثانية واحدة، انا خلصت اول بكرة خيط. تمام، بس انا عشان طبعا بشتغل بفتلتين يعني بكرتين، خلصت اول بكرتين يعني بكرتين، بس انت لو شغالة ببكرة واحدة فهتبقي خلصتي اول بكرة في الجزئية دي. تمام، بصي بقى، انا هشيل العلامات دي لان انا مش هعمل تزايد تاني في المكان ده كده خلاص، والشغل هيختلف. هبدأ اعمل شغل جديد، هبدأ معاكي ارتفاع 1 2. هشتغل نفس السطر اللي هو العمود الخلفي، بس المرة دي هيكون بدون تزايد.
وفي السطر ده كمان هبدأ أقفل من تحت الباط. ف أول ما هوصل لجزئية تحت الباط هقول لك على حاجة أسهل عشان تبقي ماشية معايا. أنا بدأت كده السطر اللي هو العمود الخلفي، هبدأ أظبط كده، هحط السبعة على السبعة مظبوطة كده، وهفرد وأظبط كده عشان أنا هبدأ أقسم، يعني هحط المثلث ده على المثلث ده كده. اوكي، واظبط كده وابدا اقيس. عشان كده بقول لك السطر ده مختلف. هقيس ايه بقى؟ هقيس من الناحيه دي 18 سنتي، ومن الناحيه الثانيه زيها بالظبط، وهحط علامة يعني من اول هنا لحد 18 كده، واحط علامة تشبك فوق وتحت مع بعض. يعني هوريك ازاي كده، فانا شبكت دول مع بعض، والناحية اللي قصادها زيها بالظبط 18. تمام، وهحط علامة هنا فوق وتحت، وهقفلها كويس قوي عشان ما تتفتحش وتفلت. تمام، يبقى انا حددت هنا تحت البول. انا همشي بقى العمود اللي هو الخلفي لحد ما هوصل لهنا للعلامة دي، وهقول لك هنعمل ايه. كده وصلت لحد العلامة، عملت العمود الخلفي لحد العلامة، هعمل ايه بقى؟ هفك العلامة، علامة تانية عشان تمام عشان ما تتوهش مني اهو، وهنا مكان العلامة الاولى. تمام اهي. اوكي طيب، هعمل ايه بقى؟ هبدأ اعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، تمام، حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. تمام، وهروح على ناحية العلامة التانية اللي سبتها موجودة اهي، وأبدأ في نفس المكان اللي حطيت منه العلامة هعمل العمود الخلفي كده. تمام، وأكمل شغلي عادي، عواميد خلفية كده. أنا عملت إيه ده؟ ده كده جزئية تحت الباط. أسكت بس الشغل ووريك أهو أهو، ده الجزء اللي هو المفروض تحت الباط 15 سلسلة. تمام، اشيل بس ده اهو،
اوكي وهكمل. انا هو اوريدي عامله الجزء ده وعملت السلسله ورحت على الجزء الثاني، وده الكتف بالجزء فتحه الكم نفسه. هكمل العواميد الخلفيه لحد الاخر، لحد ما هلف كل ده لحد ما اوصل للعلامه التانيه وارجع معاك. وصلت للعلامه التانيه اللي هي بتاعه الكم التاني او تحت الباط. هعمل نفس الحركه، هفتح، اقول لك حاجه اسهل، هحط علامه في نفس المكان عشان اقدر افتح مكان العلامه دي. تمام، اهو مكانها، اهو بقى عندي علامتين اهو، عشان الناحيه دي ما تتوهش مني، ما اقولش انا كنت فين. وادي الناحيه اللي انا فيها اهي مع اخر عمود خلفي، وادي العلامه. هاخد الخمستاشر، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر سلسلة، واروح لفة على الإبرة واروح للجنب اللي هناك اللي هو فيه العلامة التانية اهي، واخد سوري اهو العمود ده. تمام، واشتغل عمود خلفي زي الناحية التانية اهي. تمام، وهكمل واجي اقفل معاكي السطر. كده خلصت السطر وهي البداية بتاعتي بقفل فيها بمنزلقة. وكده انا عملت الجنبين بتوع تحت الباط اهو. تمام اهو. طيب هبدأ اشتغل بقى غرزة جديدة، غرزة تحفة قوي. الغرزة اللي هبدأها دلوقتي واشتغلها معاكم غرزة عاملة زي الاستيك، غرزة بتمط. تمام، بجد غرزة تحفة جدا، وهي مختلفة شوية بس مش صعبة خالص. هبدأ اشتغلها معاكي دلوقتي. هرتفع، واحد اتنين تلاتة، وابدأ اسيب حلقة. تمام اهي، وادخل في الحلقة اللي وراها عمود بلف غير مكتمل، لف على الإبرة، اسيب حلقة وادخل في اللي وراها، بعدين اخرج كده، وبعدين واحد اتنين، وبعدين اللي عليها الدور هنا اعمل عمود بلف ارتفاع سلسلة، عمود بلف في نفس المكان ارتفاع سلسلة، عمود بلف في نفس المكان ارتفاع سلسلة، وبعدين اسيب حلقة واروح في اللي وراها اعمل عمود بلف غير مكتمل، لف على الابرة، اسيب سلسلة واروح للي وراها، لفة، اسيب سلسلة واروح للي وراها. تمام، واخرج كل دول كده، وبعدين واحد اتنين. تمام، وبعدين بعمل زي تلاتة في مكان واحد وتلاتة ملمومين، زي مروحة معدولة ومروحة مقلوبة،
تمام، يبقى دي مقلوبة. يبقى اللي جاية الحلقة دي هعمل واحد ارتفاع سلسلة، عمود بلفة تاني ارتفاع سلسلة، في نفس المكان تالت وارتفاع سلسلة، وبعدين بسيب سلسلة واروح في اللي وراها عمود بلف غير مكتمل، اسيب حلقة واروح للي وراها لف على الإبرة، وهكذا، واخرج دول مع بعض كده، وبعدين واحد اتنين، وهكذا هكمل بقية السطر بنفس الطريقة. بس لما هوصل ليه تحت الباط هرجع لك عشان نشوف هنعمل ازاي بدون اي تزايد. مشيت بالسطر لحد ما وصلت للجزئية اللي قلت لك عليها، هتعامل معاها بالظبط كأن يعني زي السطر اللي انا اشتغلته، ما فيهوش اي اختلاف. يعني هنا انا عملت اللي هما الثلاثة في مكان واحد، ارتفاع سلسلة، لف على الإبرة، بسيب مكان وبدخل عمود بلفة غير مكتمل، لفة، أسيب سلسلة وادخل عمود بلفة غير مكتمل، أسيب سلسلة، هي يعني أوكي. هنا زي هنا مفيش أي اختلاف. بعدين أخرج دول كلهم مع بعض ارتفاع واحد اتنين، اللي وراها هنا ابتدي اعمل اللي هي الثلاثة في مكان واحد عمود بلفة ارتفاع سلسلة، في نفس المكان عمود بلفة ارتفاع سلسلة، في نفس المكان ثالث عمود بلفة ارتفاع سلسلة. اوكي، اللي وراها لف على الإبرة، بسيب سلسلة واروح لدي اهو عمود بلفة غير مكتمل، لف على الإبرة، اسيب دي واروح للي وراها عمود بلفة غير مكتمل، اسيب دي واروح للي ورا. انا تقريبا خلاص كمان خدتها كلها، واحد اتنين. اوكي، هتعامل على السلسلة اللي هي من تحت الباط عادي خالص. هكمل كل السطر، هكمل الناحية دي وهكمل السلسلة اللي من الناحية التانية تحت الباط وارجع لكم. كده انا خلصت السطر لحد الاخر، وهتركزي معايا لان انا هشتغل سطرين. يعني انا الاول اشتغلت اللي هي المروحة اللي هي ثلاثة في مكان واحد، والمروحة المقلوبة اللي هي دي. اوكي، السطر اللي جاي هو العكس تماما، وهتشوفي انا هعمل ايه وهشرح لك ايه بعديها. الاول انا هقفل هنا بمنزلقة كده، تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي قفلت في المروحة اللي هي بصة لتحت المقلوبة، فانا هبتدي تبقى واحد اتنين تلاتة، حلو كده. في نفس المكان هدخل اعمل عمود بلفة ارتفاع سلسلة، عمود بلفة ارتفاع سلسلة، يعني انا عملت العكس تماما. اوكي، طيب تعالي لف على الابرة، دي المروحة اللي هي اهي، اوكي، اللي هي بصة لفوق يعني مش مقلوبة، بدخل هنا عمود بلفة غير مكتمل، في الثاني عمود بلفة غير مكتمل، في الثالث عمود بلفة غير مكتمل، تمام. واخرج كل دول من على الإبرة وارتفع واحد اتنين. انا دلوقتي عملت معاكي ايه؟ عملت عكس السطر اللي فات، المروحة المقلوبة خلتها هي اللي طالع منها ثلاثة عمود بلفة، والمروحة المعدولة هي اللي قلبتها وخلتها مقفولة من فوق كده. هعمل معاكي جزء تاني.
اهي مروحة مقلوبة، اوكي. فهدخل هنا عمود بلفة ارتفاع سلسلة في نفس المكان، عمود بلفة وفي نفس المكان ثالث عمود بلفة ارتفاع سلسلة، تمام. لفة على الإبرة وهتقابلني المروحة اللي هي المفتوحة أو اللي باصة لفوق، عمود بلفة غير مكتمل، عمود بلفة غير مكتمل، عمود بلفة غير مكتمل. بخرج كل دول، واحد اتنين ارتفاع وهكذا، تمام. يبقى انا لما هعمل سطر وسطر، يعني انا كده انا هفضل اكرر السطرين دول لحد ما الفستان يوصل لحد الوسط، منطقة ربط الحزام، تمام. همشي بنفس الطريقة، يعني لما اجي اقفل هنا هقفل هلاقي مروحة مفتوحة، هعملها ايه؟ هحولها لمروحة مقفولة زي دي، واروح على المقفولة اعملها 3 عمود بلفة. نفس الكلام هفضل اكرر فيه لحد ما الفستان يوصل لي منطقة الوسط. هرجع ورهولك بقى شكله ايه، ونبدأ في الجزء الجديد من الفستان.